اليوم سنقدم لكم درساً في علوم اللغة لمادة اللغة العربية، يتعلق الأمر بدرس الصفة المشبهة باسم الفاعل. لنلاحظ هذه الأمثلة: كان الإمام علي رضي الله عنه شجاعاً جريئاً، وخطيباً لسناً، وقاضياً فهماً، وحاكماً عدلاً، وما كان بطراً ولا ضجراً، وما تقدم في سبيل حتى يتبين ما أمر الله وما حكم الكتاب فيه. إذن هذا النص الذي بين أيدينا يصف لنا الإمام علي كرم الله وجهه، ويرد في النص مجموعة من الصفات التي ثبتت في الإمام علي رضي الله عنه. لنلاحظ هذه الصفات ونحاول استجلاءها من النص ودراستها، ثم تبين الأوزان التي وردت عليها، ثم الأفعال التي اشتقت منها، لكي ندرك كيف تصاغ الصفة المشبهة، وما هي الأفعال والشروط التي يجب أن تتضمنها من أجل صياغتها. لنلاحظ هذه الأمثلة: شجاع، ضجر، بطر، لسن، فهم. فهذه صفات وردت ثابتة في الإمام علي كما أسلفنا، فهي أسماء مشتقة دلت على معنى مجرد، معنى مجرد متمثل في الوصف. هذا المعنى هو على التوالي: الشجاعة والضجر والبطر واللسن والفهم، كما دلت من جهة أخرى على الشخص الموصوف بهذه الصفات، وهو هنا في النص الإمام علي، فقد ثبتت فيه هذه الصفات ثبوتا دائما وثبوتا ملازما. فهذا المعنى المجرد إذن دل على ثبوته في الموصوف به في الأزمنة الثلاثة، أي في الماضي والحاضر والمستقبل. إذن هو ثبوت عام وعلى دوام ملازمة الصفة للموصوف أو ما يشبه الدوام. هذه الصفة التي تتضمن هذه الخصائص تسمى الصفة المشبهة باسم الفاعل. وإذا عدنا إلى الأفعال التي اشتقت منها هذه الصفة، نجد مثلا أن صفة ضجر اشتقت من الفعل ضجر، وصفة فهم اشتقت من الفعل فهم. فإذا هي صفات تصاغ من مصدر الفعل الثلاثي اللازم. إذن فانطلاقا من هذه الأمثلة نستنتج استنتاجا أول، ويتعلق بطبيعة الصفة المشبهة. ما هي الصفة المشبهة؟ وكيف تصاغ الصفة المشبهة؟ تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، فهي في الغالب تصاغ من مصدر الفعل الثلاثي اللازم قياسا. وما الدلالة التي تؤديها أو الوظيفة التي تؤديها؟ تدل على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث. تدل على هذا المعنى القائم بالموصوف بها على وجه الثبوت والدوام والاستمرارية، لا على وجه الحدوث والطرق والحدوث الطارئ، كحسن وشجاع وكريم. إذن هذا هو التعريف الذي نقترحه للصفة المشبهة باسم الفاعل. نتساءل الآن: كيف تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ وما هي أوزانها القياسية؟ لنتعرف على أشهر هذه الأوزان نتتبع الجدول الآتي. لدينا هنا جدول يتضمن مجموعة من الصفات المشبهة التي اشتقت من الفعل الثلاثي اللازم كما مر بنا، ثم نستنتج دلالتها
ووزنها في المذكر ووزنها مع المؤنث. يتضمن الجدول مجموعة من الصفات المشبهة مستخرجة من النص مضافا إليها صفات أخرى. نلاحظ هنا أن وزن الفعل الذي شقت منه هذه الصفات المشبهة هو من باب فعلة المكسور العين، فعلة المكسور العين، واشتق منها فالفعل ضجرة بطرة لسنة. نلاحظ أن هذه الأفعال الثلاثية المكسورة العين على وزن فعلة تدل على حزن أو صفة من الصفات التي تتردد على موصوفها كثيرا، وقد اشتقت منها الصفة المشبهة ضجر من ضجرة، وبطر على وزنها من بطرة، وقياسا عليها لسن من لسنة. وهذه الصفات المشبهة الثلاثة وردت كلها على وزن فعل الذي مؤنثه ضجرة على وزن فعلة. لننتقل إلى المجموعة الثانية وهي أيضا جاءت على وزن فعلة، نقرأها تواليا: عطش، ظمئ، يقظ، كلها على وزن فعلة. والملاحظ أن هذه الأفعال الثلاثة وما يشبهها تدل على خلو أي فراغ أو امتلاء أو صفة من الصفات التي تطرأ ببطء. والصفة المشبهة منها تشتق على وزن فعلان، فقلنا عطشان في عطشة، وقياسا عليها نقول ظمآن في ظمئة، ونقول يقظان في يقظة. فكل هذه الصفات المشبهة جاءت على وزن فعلان ومؤنثها فعلى، قياسا عليها نقول عطشا. وإذا انتقلنا إلى المجموعة جيم نجد الأفعال الآتية: خضر، عرج، حور، كلها أفعال ثلاثية من باب فعل المكسور العين في المضارع، عفوا المكسور العين. والملاحظ أن هذه الأفعال دلت على لون في خضر، ودلت على عيب خلقي في عرج، ودلت على حلية أو صفة خلقية في حورة. والصفة المشبهة منها اشتقت على وزن أفعل، فقلنا أخضر، ومؤنثها خضراء على وزن فعلاء. إذن نستنتج من هذا الجدول أن الفعل الثلاثية من باب فعل المكسور العين تشتق منه الصفة المشبهة على ثلاثة أوزان: فاعل، فعلان، أفعل. نستنتج الاستنتاج الثاني من خلال الجدول: تصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من مصدر الفعل الثلاثي اللازم المتصرف من باب فعل على الأوزان الآتية: فعل الذي مؤنثه فعلة فيما دل على حزن أو صفة من الصفات التي تتردد على موصوفها كثيرا، الحزن أو الفرح، فنقول مثلا فرح. الصفة الوزن الثاني فعلان الذي مؤنثه فعلى فيما دل على خلو أو امتلاء أو صفة من الصفات التي تطرأ ببطء كعطشان وظمآن وجوعان. ثم على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء فيما دل على لون أو عيب أو حلية خلقية ثابتة ودائمة
كأخضر وأصفر، أخضر الذي مؤنثه خضراء وأصفر الذي مؤنثه صفراء وأحور الذي مؤنثه حوراء. لننتقل إلى باقي الأمثلة أو باقي الصفات المشبهة التي وردت في نص الانطلاق، ونضيف إليها صفات أخرى لم ترد في النص. نلاحظ أن صفة شجاع جاءت على وزن فعال، وجريء جاءت على وزن فعيل، وحسن جاءت على وزن فعل، وضخم جاءت على وزن فعل، وصلب وردت على وزن فعل، وجبان وردت على وزن فعال. فكل هذه الصفات المشبهة نستنتج أنها مشتقة من الفعل الثلاثي المضموم العين فعل. تصاغ الصفة المشبهة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم من باب فعل على أوزان شتى وكثيرة، أشهرها فعال كشجاع كما مر بنا، وفعيل وفعل 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 وفعال. فهذه أشهر أوزان الصفة المشبهة التي تشتق من باب فعل. أما من باب فعل ونادرا ما تشتق منه الصفة المشبهة، فتصاغ على وزن أفعل كأشيب وأجذم وأقطع، وعلى وزن فيعل كقيم وسيد وطيب، وعلى وزن فعيل كجليل وشريف وحبيب وبخيل. إذن إذا كنا قد تعرفنا على كيفية صياغة الصفة المشبهة، وتعرفنا على أشهر أوزانها القياسية من الفعل الثلاثي، لننتقل الآن إلى الشق الثاني من هذا الدرس والمتعلق بعمل الصفة المشبهة. فما هو عمل الصفة المشبهة؟ لنتأمل الأمثلة الآتية: علي كريم طبعه. ثانيا: يفوز برضا الناس الحسن خلقا. المثال الثالث: لا تصاحب إلا الكريم الطبع. المثال الرابع: يوسف حسن الوجه. إذا تأملنا المثال الأول أو إذا عدنا إلى المثال الأول، نجد أن الصفة المشبهة هي قولنا هنا كريم، ونلاحظ أنه جاء بعدها أو ورد بعدها اسم مرفوع. فما هو إعراب هذا الاسم؟ وما الذي رفعه؟ ما العامل في رفعه؟ لا شك أننا ندرك أن الذي رفع هذا الاسم هو الصفة المشبهة، فإذا هي عملت عملا، والاسم الذي بعدها هو معمولها وقد ورد مرفوعا. فما هو إعرابه؟ في هذه الحالة يعرب على أنه فاعل للصفة المشبهة. في المثال الثاني: يفوز برضا الناس الحسن خلقا، فالصفة المشبهة الحسن ورد بعدها اسم منصوب نكرة وهو معمولها، فهو منصوب باعتباره تمييز. في المثال الثالث: لا تصاحب إلا الكريم الطبع، نلاحظ أن الصفة المشبهة الكريم جاء بعدها اسم مجرور هو معمولها وقد جر على الإضافة. أما في المثال الرابع: يوسف حسن الوجه، فكلمة الوجه هو معمول للصفة المشبهة حسن وقد جاء منصوبا على التشبيه بالمفعول به. إذن ندرك أن الصفة المشبهة تعمل في معمولها،
فتنصبه أو ترفعه أو تجره. نستنتج من هذه الأمثلة أن للصفة المشبهة عملا، وهو الاستنتاج الرابع. تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل في معمولها فترفعه على الفاعلية بمعنى يكون فاعلا مرفوعا، أو تنصبه على التشبيه بالمفعول به أي يكون شبيها بالمفعول به، أو تنصبه على التمييز إذا كان نكرة، أو تجره بالإضافة. فهذه هي الحالات الإعرابية الأربع للصفة المشبهة. إذن كما تتبعتم معنا عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، فللصفة المشبهة أوزانا قياسية تشتق من مصدر الفعل الثلاثي، من الباب فعل، ومن باب فعل، ومن باب فعل، وهو نادر. ولكل باب أوزان قياسية. كما عرفنا أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل في معمولها رفعا ونصبا وجرا، فترفعه على أنه فاعل، وتنصبه على أنه تمييز أو شبيه بالمفعول به، وتجره على أنه مضاف إليه. بعد هذا ننتقل إلى مرحلة التطبيق. نقدم في البداية نموذجا في الإعراب، وقد اخترنا جملة ورد فيها معمول الصفة المشبهة مرفوعا. الجملة التي نقترحها هي: محمد طيب طبعه. فمحمد مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبره هو الصفة المشبهة طيب، وهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعه، نلاحظ أن طبعه جاء هنا معمولا للصفة المشبهة، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والضمير المتصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إذن فهذا النموذج من الإعراب ترد فيه معمول الصفة المشبهة مرفوعا على الفاعلية، ويمكننا أن نجعله منصوبا على التمييز، فنقول مثلا: محمد طيب طبعا. جاء هنا نكرة منصوبا أو منصوبة على التمييز، ويمكننا أن نجره على الإضافة فنقول: محمد طيب الطبع، فيكون المعمول هنا مجرورا على الإضافة. بعد هذا النموذج الإعرابي نقدم بعض التمارين المتصلة بدرسنا. نقترح عليكم سؤالين، يتعلق الأول بصياغة الصفة المشبهة، بينما يتصل الثاني بعمل الصفة المشبهة. السؤال الأول: صغ من الأفعال الآتية صفة مشبهة. وهذه الأفعال هي على التوالي: صعب، حصن، بخل، وكحل. كما تلاحظون هي أفعال ثلاثية. والسؤال الثاني: عين الصفة المشبهة فيما يأتي وبين معمولها،
ثم اذكر إعرابه. الجمل المقترحة هي: الكريم سمح طبعه، أحب القاضي العدل حكما. أما الجملة الثالثة فهي: علي فصيح اللسان. إذن عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، نلاحظ أن هذين السؤالين يتعلقان بشقي الدرس. الشق الأول المتعلق بصياغة الصفة المشبهة، والشق الثاني المتعلق بعمل الصفة المشبهة. يمكن قبل الإجابة عن هذين السؤالين أن نتأملهما جيدا، وأترك لكما فسحة للإجابة قبل عرض الإجابة بعد حين. فكما تلاحظون في السؤال الأول لدينا هنا فعل ثلاثي مضموم العين، والفعل الثاني بدوره ثلاثي مضموم العين، بينما الفعلين أو الفعلان الثالث والرابع كل منهما مكسور العين. وتذكروا هنا أن الفعل الثلاثي المضموم العين، تذكروا الأوزان التي تصاغ الصفة المشبهة على منوالها، وكذلك الشأن بالنسبة للفعلين الثالث والرابع. أما السؤال الثاني فيتعلق بعمل الصفة المشبهة. تذكروا أن الصفة المشبهة تعمل في معمولها، فترفعه على الفاعلية أو تنصبه على الشبه بالمفعولية، أو تنصبه إذا كان نكرة على التمييز، أو تجره على الإضافة. فهذه هي الحالات الأربع، والجمل التي أمامنا تعرض بعض الحالات الإعرابية للصفة المشبهة. ننتقل إلى عرض الإجابات. فبالنسبة للسؤال الأول، الصفة المشبهة من الفعل صعوبة، وهو فعل ثلاثي مضموم العين، هي صعب على وزن فعل كما مر معنا. والصفة المشبهة من الفعل حصن هي حصان على وزن فعال، ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقد ورد في هذا البيت مجموعة من الصفات المشبهة التي ثبتت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنها قوله حصان رزان. بالنسبة للفعل الثالث بخل، وهو فعل ثلاثي مكسور العين، الصفة المشبهة منه بخيل على وزن فعيل. وبالنسبة للفعل الأخير، كحل، الصفة المشبهة منه جاءت أكحل على وزن أفعل. لنمر الآن إلى التمرين الثاني. وكان مطلوبا منا أن نحدد الصفة المشبهة ومعمولها وإعرابه، وقد اقترحنا ثلاث جمل. الجملة الأولى: الكريم سمح طبعه. الكريم سمح طبعه، فالصفة المشبهة كما هو ظاهر باللون الأحمر هي سمح على وزن فعل. أما معمولها
فهو قولنا طبعه. وقد جاء هنا مرفوعا باعتباره فاعلا للصفة المشبهة. وفي الجملة الثانية قولنا أحب القاضي العدل حكما، الصفة المشبهة كما هو بارز وردت باللون الأحمر، العدل على وزن فعل. أما معمولها فقد جاء اسما نكرة منصوبا على التمييز. أما في الجملة الأخيرة علي فصيح اللسان، علي فصيح اللسان، الصفة المشبهة هي فصيح ومميزة باللون الأحمر. أما معمولها فهو اللسان، وقد جاء هنا مجرورا باعتباره مضافا إليه. إذن هذا التمرين يذكرنا بعمل الصفة المشبهة، بينما التمرين الأول يذكرنا بصياغة الصفة المشبهة. هكذا إذن عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا المتعلق بالصفة المشبهة، ولا بأس أن نقدم خلاصة إجمالية حول هذا الدرس، حيث يمكن تقسيمه إلى قسمين كبيرين أو رئيسيين. القسم الأول يتعلق بصياغة الصفة المشبهة، ورأينا أن أوزانها القياسية تساغ من الفعل الثلاثي اللازم على مجموعة من الأوزان، طبعا من باب فعل ثم من باب فعل، ونادرا ما تساغ من باب فعل. والشق الثاني يتعلق بعمل الصفة المشبهة ما دامت هي مشبهة باسم الفاعل فلا بد أنها تعمل، وعملها قلنا أنها إما أن ترفع الفاعل، وإما أن تنصب الاسم على أنه شبيه بالمفعول به أو تنصبه على التمييز، وإما أن تجر الاسم بعدها على الإضافة. عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، للمزيد من الدروس يمكنكم العودة دائما إلى منصتكم للتعليم عن بعد، منصة تلميذ تيس. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة.